يقول لي ساعدت والدك لتحركها خزانة كتب كتلتها هذه الكتلة غرفة المعيشة، فإذا دفعت الخزانة بقوة هذه القوة وتسارعت بمقدار وأعطاني التسارع فما معامل الاحتكاك الحركي بين الخزانة والسجادة. طيب حبة حبة ونرسمه. يقول لك حركت خزانة كتب كتلتها هذه الكتلة، هذه يا سيدي خزانة الكتب وهذه كتلتها. أنت دفعت الخزانة بقوة 65 نيوتن، هذا أنت دفعت بقوة 65 نيوتن، تمام؟ تسارعت بمقدار هذا المقدار، فتسارعت بهذا المقدار طبعا في هذا الاتجاه حسب اتجاه دفعك. طيب إيش يبغى؟ معامل الاحتكاك الحركي، يعني هذا بين الخزانة والسجادة. طيب خلينا نرسم كل القوة اللي موجودة عندنا. انت بتدفعها كذا على السجادة، اذا اكيد في قوة احتكاك حركي طبعا لانها بتتحرك. بعدين ايش عندي؟ هنا عندي FG الوزن، وهنا عندي FN والعمودية، قانون نيوتن الثاني، F المحصلة يساوي M في A، تسارع عندي والكتلة عندي 41. طب F المحصلة خلينا نحطها، إيش هي F المحصلة على الأفقي؟ هذا الاتجاه الموجب، هذا السالب، عندي 65. بعدين عندي FK، ليش حطيت موجب هنا؟ لأنه FK هي نفسها سالب، السالب جوتها، تمام؟ دحين حتشوف M عندي 41 والA التسارع هذا. نبغى نحسب قوة الاحتكاك، نقول هذه الطرف الثاني بالسالب، يصير عندي هذه نحسبها كذا تطلع 4.92، وهذه تروح هنا بالسالب تصير سالب 65، يعني هذا يساوي سالب 60.08 طبعا نيوتن. شوف طلع السالب اهو، انه اتجاهها سالب، فاذا حلك مظبوط السالب حيطلع معك. طيب جبنا قوة الاحتكاك، ايش يبغى هو؟ يبغى معامل الاحتكاك. حط قانوني قوة الاحتكاك حتساوي معامل الاحتكاك مضروب في ايش؟ قوة العمودية. قوة الاحتكاك حاسبها حتساوي ايش؟ طبعا again يعني هنا السالب عبارة عن ايش؟ عن الاتجاه، ما حيهمني كثير، هنا يهمني الكمية والمقدار، اضرب في معامل الاحتكاك اللي بطلعه في القوة العمودية. ايش هي القوة العمودية؟ مرة ثانية، بما انه هذا السطح افقي وما عندي حركة على المستوى الرأسي بس الحركة على المستوى الافقي، فهنا على المستوى الرأسي ايش حيكون عندي؟ حيكون عندي القوة العمودية تساوي وزن الجسم تساوي الكتلة تسارع الجاذبية، كتلة 41 في تسارع الجاذبية 9.8 يعطيني 401.8 نيوتن. هذه القوة العمودية. أنت تقدر تطبق قانون نيوتن الثاني زي ما كنا نشوف، والمحصلة تساوي صفر ما في حركة الكلام هذا، بس خلاص لما يكون عندك السطح أفقي وما في حركة عمودية جسم ما بيطلع وينزل، خلاص على طول القوة العمودية تساوي وزن الجسم. في الدرس الجاي هنشوف لما يصير عندنا ميلان ويصير القوة العمودية مختلفة عن وزن الجسم. تمام، يعني القوة العمودية هذه هي، نحطها هنا، نقسم الطرفين على معامل المطلوب هذا، فيصير عندي معامل الاحتكاك يصير 0.15 بدون وحدة. طبعا يعني يقول لي سرع قرص في لعبة على أرضية خرسانية حتى وصلت سرعته إلى هذه السرعة ثم أفلت، فإذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين القرص والأرضية هذا هو، فما المسافة التي يقطعها القرص قبل أن يتوقف؟ مسافة، نبغى المسافة المرة دي، يعني حنخش في معادلات الحركة. طيب ما هي مشكلة، نقرأ السؤال حبة حبة ونرسم. سرع قرص في لعبة على أرضية خرسانية حتى وصلت سرعته إلى كم؟ أنا عادي عندي قرص، عندي أرضية خرسانية، سرع كذا يعني صارت سرعته هذه السرعة، ثم أفلت معناها هذه السرعة إيش؟ سرعة ابتدائية،
يعني وصلنا لهذه السرعة بعدين فلتنا. تمام. فإذا كان معامل الاحتكاك الحركي هذا هو، هذا عندي معامل الاحتكاك الحركي، خليني أحطه فين؟ حطه هنا. فما المسافة التي يقطعها القرص قبل أن يتوقف؟ توقف يعني هذه السرعة النهائية بالصفر، توقف يعني السرعة النهائية بصفر، فعندي السرعة ابتدائية وسرعة نهائية معامل الاحتكاك. طيب نشوف كيف نحلها. نرسم مخطط الجسم الحر، اعتبر هذا القرص، ايش القوة المؤثرة عليه؟ طبعا لانه في ارضية خرسانية فمعناه عندي هنا قوة احتكاك حركي. طبعا هل في قوة هنا بتدفع؟ لا، لانه بيقول لي افلت، يعني كانوا بيدفعوه تركوه فما عندي قوة في هذه الجهة. طب وايش القوة الثانية؟ عندي الوزن وعندي القوة العمودية. طب خلينا نطبق قانون نيوتن الثاني. طب هنا شوف ايش مطلوب، مطلوب المسافة هنا، يعني يبغى لنا ايش؟ يبغى لنا قوانين الحركة. خلينا نكتب قوانين الحركة. اول قانون اعرفه، السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد التسارع في الزمن. المعادلة الثانية، المسافة أو الإزاحة تساوي المسافة الابتدائية زائد السرعة الابتدائية في الزمن النهائي زائد نص في التسارع في الزمن تربيع الزمن النهائي. وآخر شيء، السرعة النهائية تربيع تساوي السرعة الابتدائية تربيع زائد 2 في التسارع في الإزاحة النهائية ناقص الإزاحة الابتدائية. هذه معادلات الحركة. طيب احنا ايش نبغى؟ المسافة. المسافة طيب يعني حنستخدم هذه او هذه، لانه هذه هي الاثنين اللي فيها المسافة. انا ايش عندي كمان؟ عندي السرعة النهائية والابتدائية. طيب هذه النهائية وهذه الابتدائية، مسافة هي المطلوبة بس ما عندي ليه. طب نجي هنا، السرعة الابتدائية عندي، اوكي المسافة اللي ابغاها، بعدين هنا ناقص لي التسارع وناقص لي الزمن. صعبة هذه ما أقدر أجيبها. طبعا هذه ما أستخدمها لأنه أصلا ما فيها مسافة، ما أستخدمها. وهذه يبغالي تسارع ويبغالي زمن، صعبة. هنا عندي سرعة نهائية قلنا صفر، عندي سرعة ابتدائية، تسارع ما عندي، وما عندي مسافة. هذه اللي يبغالي أجيبها، هذه اللي يبغالي أجيبها. فعندي الـ A، أقدر أجيب الـ A التسارع، أقدر أجيب التسارع. طبعا التسارع اقدر اجيبه من معادلات نيوتن. فخلينا نطبق قانون نيوتن الثاني هنا، اف المحصله يساوي ام في اي، صح؟ طبعا الاي هنا ما هو بصفر لانه السرعه تغيرت، فعندي تسارع. طيب نجيب اف المحصله هنا في الافقي، نطبق في الافقي، ما عندي الا اف كي، فاف المحصله هذه هتكون اف كي قوة الاحتكاك، يعني ام عندي ام، والله ما عندي ام خليها ام. طيب عندي A، والله ما عندي A، مشكلة كيف اسوي هذه؟ طيب خلينا افصلها اكثر. الاف كي خلينا اكتبها هنا، اف كي واللي هي الاحتكاك يساوي ام في A. طيب الاف كي قوة الاحتكاك اعرف انها تساوي ايش؟ تساوي معامل الاحتكاك مضروب في FN، FN اللي هي القوة العمودية، القوة العمودية تساوي M في A. معامل احتكاك عندي، ممتاز. طب FN، FN هنا قلنا شوف السطح أفقي مو مايل، فبالتالي FN حتساوي FG اللي هي M في G، الكتلة تسارع الجاذبية. خلينا بدل FN نحط MG، بدل FN هذا هنسيبها، بدل FN حنحط M في G، يعني هذه تساوي M في A. عندي M هنا و M هنا، أقدر أقسم الطرفين على M وأتخلص من ال M، يصير عندي، وأنا أعرف الجي، الجي اللي هي 9.8 صح؟ يصير هنا نعوض 0.31 في 9.8 اللي هي الجي يساوي A اللي هو التسارع. بنحسبها هذه، A تساوي نضرب هذه في الحاسبة، عندي 3.038
طبعا تسارع في الوحدة متر لكل ثانية تربيع. حلو، جبنا التسارع، صرنا نجي هنا للمعادلة. خلاص جبنا التسارع، يصير هنا ما في مجهول إلا المسافة نجيبها. طبعا هنا التسارع إشارته إيش؟ خلينا المرة دي نسهل على نفسنا، نفرض إنه والله هذا الاتجاه الموجب وهذا الاتجاه السالب. خلاص التسارع يصير كذا، ففي الاتجاه الموجب اللي هو كذا. طبعا على افتراض إنه القرص بتحرك كذا، سرعته كيف حتكون؟ لأنه هو بيتباطأ، فبالتالي السرعة تكون كذا، بعدين تبطأ، فبالتالي التسارع يكون في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه قلنا نسويه هو الاتجاه الموجب عشان نريح نفسنا. طيب جبنا التسارع، عندي السرعة النهائية، عندي السرعة الابتدائية، مجرد نعوض هنا وخلاص. نعوض السرعة النهائية بصفر، السرعة الابتدائية اللي هي 5.8 طبعا الكل تربيع، زائد 2 في التسارع اللي جبناه مضروب في المسافة. نفرض المسافة الابتدائية صفر، يعني بدأ من النقطة صفر، فخلاص يصير ما في عندي إلا DF. يلا نحسبها، هذه تربيع هتساوي 33.64 زائد 2 في هذا العدد 6.076 مضروب في DF. نقول هذا الطرف الثاني بالسالب، نقسم الطرفين على معامل دي اف، صارت دي اف حتساوي، نقسم هذه بالحاسبة، سالب 5.54 طبعا الوحدة بالمتر. ليش بالمتر؟ لأنه عندي السرعة بالمتر لكل ثانية، وعندي التسارع متر لكل ثانية تربيع، في المسافة بالمتر، يعني هذه المسافة اللي قطعتها. طيب ليش بالسالب؟ نشوف احنا حددنا انه هذا الاتجاه الموجب، فهذا الاتجاه السالب، فيعني حتكون قطعت هذه المسافة اللي هي 5.54 إلى أن توقف في الاتجاه السالب، لأنه افترضنا أنه هذا هو الاتجاه السالب، فيصير هذه هي المسافة التي قطعها القرص قبل أن يتوقف 5.54 متر. هذه هي الإجابة.